دموع على خده. استقبلته ابنته سكينة: أبه رجعت وحيدا، أين عمنا العباس وقد وعدنا بالماء؟ يقلها يا سكن راح عباس وراح ليحمل الغيرة، وظل يبكي عليه الدرق والطاس. اللي عنده حاجة واقفة، اللي عنده حاجة متعطلة، أرجوك افتح قلبك. الحسين ينقل الخبر إلى مولاتنا زينب، يدخل عليها في خيمتها وهو محني الظهر، ويقول لها: أخيه عظم الله لك الأجر، فقد تركت أبا الفضل صريعا على نهر العلقم. إذ قل لها: ها يا حسين خويا القمر وينه 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 وين الهودج جاب بيمينه. هذا البيت وداعة أبو فاضل، ما قريت الحاجة إلا وقضيت، وما قرينا لمريض إلا شوفي وعوفي، ونقرا بونة العراق. الله يحفظ العراق ويفرج عنه ويحفظ أهله وينصر ناس الطيبين. الحسين كأنه يجيب رسالة من زينب، من أبو الفضل إلى زينب. شي يقولها: يا زينب يا زينب، أبو فاضل يقول يا حسين سلمنا على ختنا، على ختنا، وقل لها المني